بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين يا سيدنا يا كريم. يقول ربي في آخر هذه الآية الكريمة، آية 4 من سورة الفتح، لا بيكتوى ولله جنود السماوات والأرض. وقلنا هنا عوض أن يذكر السماوات والأرض ذكر الجنود. جنود الخفاء يكونوا في الأرض وتحت الأرض وفي كل مجرة وفي كل السماوات السبع. أمر كربي مش سهل باش تتخيلوا أو تقدروا أو تار قيمته أو تار تنوع. أبدا ليس مطلوب الإنسان إلا ما إن شاء الله أن يكون له القدرة على تبين بعض حقائق السماوات ما فيها من قوى خفية وغير خفية وأهل مجرى. وعلم الفلك ما يدور شيء قدام العلم الحقيقي لسماء الدنيا، لا يساوي شيء، يعني الابسيلون، الابسيلون في الماتيماتيك يعني قيمة زهيدة. يقول ربي ولله جنود السماوات والأرض، il possède toutes les armées des cieux et des firmaments et des terres. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يا ربي اومنيسيون يعرف كل شيء ومطلق العلم، عليما حكيما ومطلق الحكم، يعني يضع الأشياء موضعها الذي لا يليق إلا بها، فهو هو الحكيم. وعلى ربي يقول في شأن الحكمة، ومن يؤتى الحكمة قد أوتى خير كثير، خير كبير. وكوني أنت فري ساج، tu es vraiment en possession d'un très grand bien. شوف القرآن أبعث عينات، أبعث القرآن قدر يفريكم ويزيدكم علما بالرحمن وبخصائص الرحمن وبأسماء الحسنى التي يتميز بها سيدات الديوان سون لاباناج دو ديو اي دو ديو سولمون. ويقول ربي وكان الله عليما حكيما. وبعد يقول باش نزيدو نبينو الآية التالية، ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات، أي بعد السكينة وبعد الارتقاء في مدارج الإيمان، والإيمان مدارج بعد ينتهي بها إلى ما فوقها أي الإحسان. ليدخل المؤمن والمؤمنات سوزون تندو كذلك المحسنين والمحسنات جنات، الجنة واحدة دي جردان ان غران نومبر برسك عندي ترميني دو جردان دو باراديزي، جنات تجري من تحتها انا ولا تنامين. وعلماء الطبيعة يزيدوا يتوغلوا في هذه الكلمات الرفيعة الشأن، من تحت الانهار خالدين فيها والخلود في النذائر النظر الى الله، هذا الاستماع الى الله ويقضى علينا قرانه ما يجي رجع امور الاكل والمشرب والملبس والاساور والاسره والحور العين، حاجه بسيطه قدام ان ترى الله عيانا وان تسمع كلامه وانت حاضر بين يديه سبحانه وتعالى. ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ويكفر ويمسح عنهم سيئات. ما خدمناش واحد منا مش مر سيئات، وانا انقرونو دو بيشي، ويكفر عنهم سيئات ما كان ذلك عند الله فوزا عظيما غرون فيهم ايمون. ويعذب المنافقين والمنافقات لعلكم لهذا العذاب، والمشركين المشكلات شتى المشتعد بكر المنافق ومن أشكاله والجباد ومن الكفار ومن تولاهم وعمل أعمالهم وقال قولتهم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله إذا سود قمة سوء الأخلاق مع الخلاق، عليهم دائرة السوء
وغلب يعني الدوائر الخبيثة والمخسرة والمؤمنة كما تكون في والمثبتة العزائم هي دائرة السوء المشكون من نصيبهم. وغضب الله عليه إذا مريت الكرو دماء ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيز حكيم. قلنا الرابعة ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما عزيزا حكيما أو في المكان العليم عزيز نمبر تابل وحكيم نبتو ساج دي ساج والسلام على أهل الإسلام.